السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنلتقي مرة أخرى لشرح المجموعة اللي هي ديزاين ستيج اللي اتكلمنا عنها، اللي هي بداية من ال 3 دي حتى ال 7 دي. بداية أنا هنا بتكلم عن حاجة نون جرافيك، يعني هنا بدأنا المشروع بتاعنا بعد مرحلة 3 دي دي اي ام مودلز بيلدينج انفورميشن مودلز. بدأنا بعد مرحلة بداية من الفور دي، هنتكلم عن كأن بنصدر المشروع على هيئة داتا شيتس سواء مايكروسوفت وورد أو إكسل، من خلال إن أنا قدرت أعمل الموديل بتاعي كامل مكتمل في كل العناصر بكل شيء مبني داخل الموديل بالفعل. فأنا هنا معايا مبنى مبسط كده جايبه يوضح المراحل التصميم اللي هي ديزاين ستيج اللي وضحنا عنها بالصور قبل كده، بداية من ال 3 دي حتى ال 7 دي اللي هي لايف سايكل مانجمنت، يعني إدارة المبنى على مدى الدورة الحياتية بتاعته، بداية من إن هو يبدأ يكون أندر كونستراكشن حتى إن هو يكون مبنى قائم. طيب هنبتدي كده في مبنى مبسط كده انا جايبه معايا للشرح السريع كده. بعد كده احنا هنتكلم عن المبنى ده في كل المراحل في صورة مبسطة وسريعة، بداية من ال 3 دي زي ما وضحنا الى ال 7 دي ده كاكزامبل، ولكن عشان نشرح بعد كده كل مرحلة على حدة سيبريت بشرح مفصل هيكون على احد مشروعاتنا اللي احنا عملناها، بداية من ال 3 دي ثم ال 4 دي ثم ال 5 دي ثم ال 6 دي ثم ال 7 دي، كل مرحلة سيبرت. لكن طبعا عشان يكون واضح للجميع الفيديوهات دي عشان تكون اوفيشيال بناء على تيرمز اند كونديشن للقناة لازم يكون على الاقل اتليست يعني محققين الحد الادنى زي ما حضراتكم عارفين للاشتراك يكون 1000 مشترك، وعدد ساعات المشاهدة يكون اتليست برضو 4000 ساعة مشاهدة بداية من الفيديوهات الجاية ان شاء الله. ده فيديو مجمع لجميع المراحل، ولكن بعد كده هناخد احد مشروعاتنا ونعمل عليه شرح لكل مرحلة على حدة في فيديو منفصل بيها. طيب هنبتدي هنا، احنا ما زلنا في مرحلة ال 3 دي، خلاص انتهينا من الشرح في مرحلة ال 2 دي في الفيديوهات السابقة. النهاردة احنا بنتكلم عن مبنى قائم بالفعل 3 دي بكل الكومبوننتس بتاعته بكل الداتا بكل التايب بروبرتيز بتاعته. هنشوف ده مثلا اللي قدامي دلوقتي على سبيل المثال، ده اير هاندلنج يونت، ده الايد التايب بتاعته، ببدأ اشوف ان كل الداتا مظبوطة، كل الايدنتيفيكيشن مظبوط، كل الديسكريبشن مظبوط، كل حاجة داخلة بالداتا بتاعتها مظبوطة جدا داخل التايب بروبرتيز لهذا الكومبوننتس او لهذا العنصر. انا ما زلت في الريفت حتى الان، ببدأ أعمل عملية ده البلان اللي هو المبنى بتاعنا عبارة عن حاجة تشبه الوير هاوس كده ستيل ستراكشر. ببدأ أعمل ووك ثرو أراوند المبنى بتاعي من الخارج من التوب والجوانب بتاعته اكسترنال، وبقدر كمان أدخل جواه. ده لمجرد استعراض ال 3 دي موديل بتاعي بعد ما تم بناؤه مكتمل تماما، ببدأ استعرضه من الداخل ومن الخارج ومن الداخل. طبعا ده بيبقى سهل بالريفت، وممكن كمان في بلاجن اسمه اكسوفر ممكن يخليك تعمل ده وتعمل زي ووك ثرو او كاميرا ووك داخل المبنى بتاعك. ده زي ما شفنا السقف اهو زي ما وضحنا ستيل ستراكشر. طبعا هيكون في معايا كومبوننتس تانية اللي هي البايبس والستيل والهيتنج والفنتليشن والاير هاندلنج يونت اللي متعلقة في السقف، كل ده طبعا لازم يكون بدون اي كلاش. ولذلك انا صدرت المبنى زي ما حضرتك شايفين للنافس وورك. اول حاجه هبدا اطمن عليها الكلاش ديتكشن، الكلاش ديتكتيف، هبدا اعمل تيست بسيط كده ما بين الفنتليشن او الهيتنج فيس الستيل، يعني يكون في اي تعارض في الديزاين هبدا اختار الاثنين كده بالشكل اللي حضراتكم شايفين، وابدا اعمل ران تيست سريع كده ران تيست، هبدأ أشوف إيه التعارض اللي بينهم. فعلا في كلاش إن في بعض البايبل ستيل جاية في الإير هاندلنج يونت ديت، وإن كان التجاوز بسيط يعني مش كبير، ولكن أنا قدرت أعمل فوكس دلوقتي على الكلاش وأشوفه. أقدر بعد كده أعمل إكسبورت للكلام دوت زي ما وضحنا اللي هو رايت ريبورت، يعني كأنه في صورة ريبورت مفصل، وهتشوف حضراتكم دلوقتي من الريبورت اللي هيخرج هيكون موضح بالصورة وبالوصف التفصيلي ومدى الكلاش والديستانس ونوعية التايب. نخش بعد كده على الفور دي.
هنا هبدأ أعمل سكيدولينج أو شيدولينج للمبنى بتاعي القائم اللي هو جدول زمني. هبدأ أعمل تايم لاين. التايم لينير دوت من شأنه إن هو بيوضح لي البرنامج الزمني للمشروع، أصدره كمايكروسوفت أوفيس على هيئة شيت، هيخرج بالشكل ده موضح لي بالظبط الديوريشن والستيتس والفينش، وطبعا الأشهر زي ما حضراتكم شايفين نوفمبر جانيوري مارش أبريل جون أغسطس سبتمبر نوفمبر لحد المدة الزمنية المحددة للمشروع، وكل ستيج بتختص مدة تنفيذها من إمتى لإمتى على حسب شهور السنة. بعد كده هقدر ادي الكلام دوت كبرضو اكسترنال شيت زي ما قلنا مايكروسوفت، انا اريد التعامل هسيبه تاني عشان حضراتكم تشوفوه. بعد كده اوكي هخرج بمنتج ان انا دلوقتي معايا في زي شيت في جدول زمني، واقدر اعمل دلوقتي بقى حاجه جديده. الكلام ده كله فيرتشوال يعني افتراضي، لسه المبنى لم يتم انشاءه، ولكن انا اقدر اعمل سيميليوشن محاكاه للواقع في اثناء وهو اندر كونستراكشن حسب الاستيج اللي اداها لي الجدول دوت المراحل الزمنيه. هدوس بلاي اشوف كده المراحل التنفيذ هتبدا ازاي، وهو بيبدا يديني فوق برضو زي عد تنازلي كده لجميع العناصر بالتاريخ وعلى اشهر السنه زي ما حضراتكم شايفين باليوم وبالتاريخ وبالساعه، وكل مرحله من مراحل التنفيذ هتتم امتى وازاي، وايه اللي هيبتدي ينشا الاول في العناصر ثم الذي ينشا بعده. زي ما حضراتكم شايفين بدانا بالستيل ستراكشر، وبعدين دلوقتي بنعمل الاوت لاين الوول الحيطه الحائط الخارجي الرئيسي للمبنى، وبيعد معايا في التايم لينير تحت اللي هو كل اللي احنا شفناه، يعني هو صوره ثابته في الجدول من في المايكروسوفت وورد، دلوقتي بنشوفه كسيميليوت او سيميليوشن محاكاه لعملية الكونستراكشن في الواقع هتتم ازاي، مترجمة بصورة انيميشن بصورة متحركة بتبان قدامي. احنا وصلنا دلوقتي خلاص للنهاية اللي هو الكلادنج بالنسبة للروف والاوتلاين كلادنج المبنى الماتيريال الخارجية حتى اكتمل المبنى. ببدأ استعرض كده، انا حاليا دلوقتي داخل برنامج النافيز ووركس في مرحلة اللي هي الفور دي اللي انا بعمل سكادول تايم. هخش بعد كده على مرحله ال 5 دي اللي هي استيميتنج اللي بقى الكلام دوت عشان يتنفذ تكلفته تكون قد ايه، برضو ريليتد للمده الزمنيه وكل حاجه، ولكن انا دلوقتي بنتقل لمرحله جديده هعمل فيها حاجه تانية خالص. هختار عنصر وليكن الفنتيليشن سيلكته كده واقول له ان هايد ان سيلكت، اخليه هو ايزوليتد كده. دي وحدات الفنتيليشن، وادي الاير هاندلنج يونتس والبايبس اللي خارجه منها. دي مبدئيا هبدا اتشيك دي تتكلف عليا كوست قد ايه. هنا بقى الموضوع بالحسابات الماديه، هعمل كوانتيفيكيشن، هبدا احصرها اختارها اسلكت الفنتيليشن تكنيكال وركس. بعد كده بختار الفنتيليشن اللي انا عايزه واقول له اعمل لي موديل تيك اوف، يعني انا هطلع دلوقتي تيك اوف من الماتيريال من الكومبوننتس دوت لو ان هو عملت له حصر، وهيكلفني قد ايه ريليتد طبعا للعمله الخاصه بالبلد اللي انا بتعامل بيها. طبعا هنا ده المبنى ما هواش في دوله عربيه، ولكن هو كاكزامبل العمله مختلفه، لكن هو اللي انا هستفيده من الخطوه اللي انا بعملها حاليا دلوقتي. هعمل هنا اكسبورت الكلام دوت على هيئه ايه اكسبورت كوانتيتيز تو اكسل، يعني ايه اكسل شيت زي ما قلنا بيوضح لي هنا، بيوضح لي جميع المراحل والكومنتس والجروب واللينس والابعاد، وبيديني الكوست كله الكوست ديتيل كل قطعه بتتكلف قد ايه بابعادها باطوالها بكل محتوياتها سب توتال حتى اصل للكوست سامري اللي هو التوتال النهائي، واقدر ان انا اعمل الكلام ده برنت اوت يبقى معايا كشيت في كل الاجمالي توتال بقى كوست على هيئه كوست بروبوزال زي ما حضراتكم شايفين. وعشان ما اطولش على حضراتكم بنلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم نكمل بقيه المراحل اللي هي مرحله ال 6 دي وال 7 دي. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.